جدا مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. حنا كنتواجدوا في منطقه درب السلطان، هناك استنفار امني للسلطه المحليه وكذلك رجال الامن اللي متواجدين في اي مكان هناك في منطقه درب السلطان تحسبا لاصطدامات ما بين الجماهير الرجويه او الوداديه وكذلك كيف قلت بان تخوفا من اصطدامات متوقعه ما بين الجماهير الرجويه والوداديه او اعمال الشغب من بعد هزيمه فريق الرجاء البيضاوي في النهائي ديال كاس العرش قبل دقائق هناك في مدينه الرباط، فغادي نقربكم اكثر يعني من هذا الحدث. رجال الامن متواجدين بكثره كيف قلت، وغادي نتوجهوا للساحه هذا المكان اللي فيه تواجد القوات المساعده. رجال الامن متواجدين بكثرة، كذلك السيارة ديال القوات المساعدة كذلك هي متواجدة كيف قلت تحسبا لأي اصطدام ما بين الجماهير. الجماهير الرجوية غاضبة من بعد ضياع لقب كأس العرش، يعني كان بإمكان فريق الرجاء البيضاوي أنه يناقش المقابلة بذكاء ويفوز، ولكن هذو هما الجزئيات اللي كيتكلموا عليهم في كرة القدم ديال طرد لاعب وتحكم الفريق المنافس يعني في أطوار المقابلة، هذو هما الجزئيات. فهذه السيارة كذلك ديال رجال الأمن. Yeah.